نمشيو لمدينة أخرى ولأول مرة كتشارك معنا في برنامج لالا العروسة الخميسات، وغنستقبلوا خليل نسرين لالا خديجة. ولكن الروبورتاج. سميتني خليل، عندي 19 سنة. تلاقينا حنايا في انستغرام، أنا كنت دايزة الصيف هنا في المغرب. وفكرة لالا العروسة ما كانتش ديالي، كانت ديال خالتي. بالنسبة لداكشي اللي كان داير في قرايتي، ديت الباك ديالي العام فايت. أنا بالنسبة للمغرب ديت سيزيان ماني. كيعجبني بزاف السباحة والفولي، كرة مرة. أنا كيعجبني ندير فيتنس والجري. بالنسبة للنسرين، أنا بعدا متأكد منها 100% ما نخافش عليها في المسابقات خارج البلاطو. داكشي اللي ما نقدرش نجاوبو فيه أنا بالعربية ولا بالفرنساوي، يقدر يجاوبوه هو حيت هو قاري، تبارك الله. ما عندهاش ديك التبجيك كما كنقولوا حنا بالعربية، يعني ما كتخلع حتى شي حاجة. وغنديروا كل شيء في جهدنا باش نديو لالا العروسة 2017. مهما شاركنا في لالا العروسة راه إن شاء الله غادي نديوها. مشاهدينا الترحيب بمشاركي الخميسات.